بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. أبناء الطلبة، السلام عليكم مرة أخرى مع دروس علم المنطق. وصلنا إلى القسمة، تعني القسمة قسمة الشيء وتجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، وهذا الشيء يسمى مقسما، وكل واحد من الأمور التي ينقسم إليها الشيء يسمى قسما بالقياس إلى المقسم، وقسيما بالقياس إلى غيره من الأقسام. القسمة لها أصول، ومن هذه الأصول لابد من ثمرة في القسمة، وهذه الثمرة لابد من أن تكون في غرض المقسم. يعني لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم، بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام في موضع القسمة. فقلنا لابد من وجود ثمرة من التقسيم، لابد من تباين الأقسام، فلا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة، ولا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر. ويتفرع من هذا الأصل ثلاثة فروع. أليف، لا يجوز أن نجعل قسيم الشيء، لا يجوز أن نجعل قسم الشيء قسيما له. مثلا نجعل الظرف قسما مثلا نجعل الظرف قسيما للمفعول، يعني لا يجوز أن نجعل قسم الشيء قسيما له، كأن نجعل الظرف قسيما للمفعول، في حين أن الظرف هو من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له. ب، لا يجوز أن نجعل قسيم الشيء قسما منه، كجعل الحال قسم من المفعول. الفرع جيم، لا يجوز تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. هذا بالنسبة إلى الأصل الثاني. الأصل الثاني، أساس القسمة لابد أن يكون لها جهة واحدة. أساس القسمة لابد لها من جهة واحدة في التقسيم، يعني يجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، أي يجب أن يلاحظ في المقسم جهة واحدة باعتبارها يكون التقسيم، لأن الشيء الواحد يمكن أن ينقسم إلى عدة أقسام باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة، يعني باختلاف أساس القسمة، أنه الشيء الواحد يمكن أن ينقسم إلى عدة أقسام، ولهذا قالوا لابد من وجود جهة واحدة لتكون أساسا للقسمة. القسمة يجب أن تكون جامعة مانعة، يعني يجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم، فتكون يعني جامعة لجميع الأقسام ومانعة لدخول أقسام أخرى. فجامع لجميع ما يدخل فيها من الأقسام، فالقسمة من الأقسام حاصرة لها، لا يشذ منها شيء، ومانعة لدخول غير أقسامه فيه. هذا بالنسبة إلى أصول القسمة. للقسمة نوعان أساسيان، يعني نوعي القسمة الأساسيان، القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. القسمة المنطقية، القسمة الطبيعية يعني تقسيم الكل إلى أجزائه، وفي هذه القسمة إما أن تكون الأقسام بحسب التحليل العقلي، أو تكون بحسب التحليل الطبيعي. هذا بالنسبة إلى القسمة الطبيعية اللي هي تقسيم الكل إلى أجزاء على أساس التحليل العقلي، كتقسيم مفهوم الإنسان إلى الجنس والفصل، إلى حيوان الناطق. وسبق أن قلنا الناطق نقصد به النطق الباطني وليس النطق الظاهري، لأن إذا كان القصد النطق الظاهري فهناك الكثير من الحيوانات تنطق، هناك من الحيوانات ما تنطق، ولهذا لا نستطيع تمييز الإنسان يعني بواسطة هذا الفصل، فنقصد النطق الباطني.
فتحليل مفهوم الإنسان إلى هذين المفهومين، مفهوم الحيوان اللي هو الجنس والذي يشترك معه فيه غيره، ومفهوم الفصل اللي هو النطق، ونقصد النطق الباطني الذي يختص به فيكون به الإنسان إنسانا. وتسمى الأجزاء في هذه القسمة أجزاء عقلية، أو تكون بحسب التحليل الطبيعي كتحليل الماء إلى الأكسجين والهيدروجين. وهذا التقسيم يعني قسمة الموجود إلى أقسامه الأولية البسيطة، وتسمى الأجزاء الطبيعية في هذا القسمة، في هذه القسمة، أو الأجزاء العنصرية، أو كقسمة الزجاج إلى الرمل وثاني أكسيد السيليكون، وذلك بحسب التحليل الصناعي في مقابل التركيب الصناعي، فتسمى الأجزاء هنا بالأجزاء الصناعية. أما بالنسبة للقسمة المنطقية، تقسيم الكلي إلى جزئياته، كتقسيم الموجود إلى وجود مادي ووجود غير مادي، يعني وجود مجرد عن المادة. وتمتاز هذه القسمة المنطقية عن الطبيعية أن الأقسام في المنطق يجوز حملها على المقسم، وحمل المقسم عليها أيضا، كحمل الاسم على المفرد وحمل المفرد على الاسم. بينما في الطبيعية باستثناء إذا كانت القسمة على أساس التحليل العقلي فيجوز الحمل فيها، أما إذا كانت القسمة على أساس التحليل الطبيعي فلا يجوز الحمل فيها، فلا نستطيع أن نقول البيت سقف أو جدار، ولا الجدار بيت. هذا بالنسبة إلى نوعي القسمة الأساسية. نأتي إلى أساليب القسمة، يعني طرق القسمة. هناك طريقة القسمة الثنائية وهناك طريقة القسمة التفصيلية. طريقة القسمة الثنائية هي طريقة الترديد ما بين النفي والإثبات، وهذه القسمة الثنائية لأنه ليس لها أكثر من قسمين، وتكون حاصرة جامعة مانعة، وهذه القسمة ما بين طرفي النفي والإثبات يمكن أن تستمر، كل من الطرفين يمكن أن يقسم إلى نفي وإثبات آخر. كمثال مثلا، نأتي إلى مثال القسمة كقسمة الكلمة كما هو يعني في النحو إلى اسم وفعل وحرف. ففي القسمة الثنائية نقول ما دل على الذات وغيره، ما دل على الذات فهو الاسم، غيره ما دل على الزمان وغيره، ما دل على الزمان الفعل وغيره إذن هو الحرف. نأتي إلى مثال أقوى، الجوهر، تقسيم الجوهر في القسمة الثنائية قابل للأبعاد الثلاثة وغيره، يعني غيره غير قابل للأبعاد الثلاثة، غير قابل للأبعاد الثلاثة النقطة، غير قابل للأبعاد الثلاثة، قابل للأبعاد الثلاثة هنا يحصل فيه التقسيم، نامن وغيره، يعني قابل للأبعاد الثلاثة غير نامي النباتات، أما النامي فهي الحيوانات، فيكون تقسيم يعني النامي، عفوا الجوهر، إلى قابل للأبعاد الثلاثة وغيره، غيره قلنا النقطة، قابل للأبعاد الثلاثة إلى نام وغيره، غيره يعني الجامد السائل الغاز وهكذا، يعني غير نامي. أما النامي حساس متحرك بالإرادة وغيره، النبات غيره باعتبار غير حساس متحرك بالإرادة، لأن الحساس متحرك بالإرادة. فصل الحيوان، نأتي إلى الحيوان، تقسيم الحيوان بالقسمة هو يستمر هكذا التقسيم، يعني ناطق وغيره، يعني إذن أخرجنا الإنسان، غيره صاهل وغيره، إذن أخرجنا الحصان، ناهق وغيره أخرجنا يعني نوع الحمير، وتستمر القسمة إلى ما شاء الله من وجود هذا. فهذا بالنسبة إلى القسمة الثنائية. أما القسمة التفصيلية، مثلا في الثنائية قسمنا الكلمة إلى يعني تقسيم ثنائي، ما دل على الذات وغيره، بعدين نأتي إلى غيره، ما دل على الزمان
وغيره. أما في التفصيل لا، الكلمة اسم وفعل وحرف كما يحصل يعني في النحو. وبالنسبة إلى الكل نوع جنس فاصل وهكذا، يعني جميع الأقسام نأتي بها، وبدلا من تقسيمها الثنائي. وهذه القسمة على نوعين، القسمة العقلية ومرجوعها إلى القسمة الثنائية باعتبار يمنع العقل أن يكون لها قسم آخر، ولذا فهي ترجع إلى القسمة الثنائية، الدائرة ما بين النفي والإثبات، ونأتي إلى طرفي النفي والإثبات أيضا نعمل على تقسيمهما إلى كل منهما إلى نفي وإثبات آخر. فإذا هي راجعة إلى القسمة الثنائية من ضمن يعني القسمة التفصيلية اللي هي القسمة العقلية. أما القسمة الاستقرائية هي التي لا يمنع العقل من فرض يعني قسم آخر لها، وإنما تقع الأقسام الواقعة التي علمت بالاستقراء والتتبع. هذا بالنسبة إلى قسم التفصيلية اللي هو القسمة الاستقرائية. نأتي إلى موضوع القضايا. سبق أن تطرقنا إلى تعريف القضية، يعني المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. وجدت هذه الكلمة لذاته حتى نخرج الإنشاءات، لأن الصدق والكذب فيها ليس لذاتها بل للدلالات الالتزامية. فالخبر المدلول عليه بالالتزام في الإنشاء هو الموصوف يعني بالصدق والكذب لا ذات الإنشاء. ويعني كاستفهام الشخص عن شيء يجهله أو عن شيء يعلمه أو قضية التمني وهكذا، فكلها أنه الشيء الموصوف بالصدق أو الكذب هو نتيجة الدلالة الالتزامية لا ذات الإنشاء. ولهذا القضية خاصة بالمركب الخبري التام الذي يمكن أن نصفه بالصدق أو الكذب، وقلنا لذاته لأن المركب الخبري لذاته يوصف بالصدق أو يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، أما الإنشاء فلا إلا بالدلالات الالتزامية. القضية حملية وشرطية، والشرطية متصلة ومنفصلة. نأتي إلى القضية الحملية، ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنها، يعني الحكم بثبوت بالاتحاد وثبوت الثاني للأول أو نفي ذلك الاتحاد والثبوت. من هذه القضية، من هذه القضايا مثلا الحديد معدن، الربا محرم، الصدق ممدوح، الكاذب ليس بمؤمن. هنا سلبية، لأن الحملية هذا ذاك أو هذا ليس بذاك بالنسبة إلى السلبية. فإذا القضية الحملية موجبة وسلبية، وتتكون من طرفين ونسبة القضية الحملية، وهي إما نسبة الاتحاد وثبوت الثاني للأول أو نفي الاتحاد والثبوت. نأتي إلى القضية الشرطية، ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى. هنا الطرفين كل منهما قضية، يعني كل من الطرفين قضية خبرية. فعلى أي حال يعني ما حكم فيها بوجود نسبة ما بين قضية وأخرى أو لا وجود لهذه يعني النسبة. وأمثلة كثيرة، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، إشراق الشمس ووجود النهار، يعني هنا الحكم بوجود النهار لطلوع الشمس. بالنسبة للسالبة الشرطية المتصلة، ليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا، هذا بالنسبة إلى المتصلة. أما المنفصلة يعني العناد والانفصال فيها أو نفي العناد والانفصال بين الطرفين، اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا. وبالنسبة للسالبة، ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا. فكل قضية من هذه القضايا تتركب من طرفين، وهما قضيتان يعني بالأصل، وكل منهما قضية خبرية.
والنسبة ليست كنسبة الثبوت والاتحاد الموجود في الحملية، لأنه لا اتحاد ما بين القضايا، بل النسبة هي إما اتصال وتصاحب وتعليق، أي تعليق الطرف الثاني على الأول، أو نفي ذلك الاتصال والتصاحب وتعليق الثاني للأول. مثلا كاتصال وتصاحب يعني موجبة، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، نفي ذلك الاتصال ليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا، أو أن تكون بالنسبة للمنفصلة قلنا تعاند وانفصال كموجبة مثلا، اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا. وبالنسبة للسالبة نفي الانفصال والتعاند، ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا. فالشرطية متصلة ومنفصلة. المتصلة النسبة بين القضيتين هما الاتصال، النسبة بين القضيتين هي الاتصال وتعليق أحدهما على الآخر أو نفي ذلك، هذا بالنسبة للاتصال. بالنسبة إلى مثال الاتصال والتعليق في القضية الشرطية المتصلة، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. بالنسبة إلى نفي الاتصال والتصاحب وتعليق الثاني على الآخر أو على الأول، ليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا. بالنسبة إلى المنفصلة هي النسبة بين الطرفين، النسبة بين الطرفين هي الانفصال قلنا والتعاند. وبالنسبة للسالبة نفي الانفصال والتعاند، كما في مثلا الموجبة المنفصلة، اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا. وبالنسبة للمنفصلة السالبة، ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا. فالقضيتين المتصلة والمنفصلة وأيضا الحملية، يعني الحملية والمتصلة والمنفصلة، يمكن أن تكون موجبة ويمكن أن تكون سالبة، فبجميع يعني أقسامها إما سالبة أو موجبة. إن كان الحمل فيه بنسبة يعني الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي موجبة، وإن كان العفو إن كان الحكم فيها يعني الحكم في القضية في هذه القضية ذات الطرفين ذات القضيتين الخبريتين، إذا كان الحكم هو الاتصال وبالنسبة للمتصلة الاتصال والتصاحب والتعليق، وبالنسبة للمنفصلة يعني إذا كان هناك الانفصال فهي موجبة. إذا نفي ذلك يعني القضية السالبة، يعني نفي الانفصال والتصاحب وتعليق الثاني على الأول ونفي الانفصال أيضا، فهذه القضية السالبة. والإجابة بالسلب يسمى كيف القضية، لأنه يسأل عنه بكيف الاستفهامية. فأجزاء القضية إذن كل قضية لها طرفان ونسبة، وعليه في كل قضية ثلاثة أجزاء. بالنسبة إلى الحملية، الطرف الأول المحكوم عليه ويسمى الموضوع. بالنسبة للحملية تتكون من موضوع ومحمول ونسبة، فالطرف الأول هو الموضوع المحكوم عليه، والطرف الثاني هو المحمول المحكوم به، يعني بواسطته يحصل يعني الحكم ويسمى محمولا، والدال على النسبة يسمى الرابطة. أما في القضية الشرطية فالطرف الأول يسمى مقدما، فهذا الطرف الأول اللي هو القضية الأولى، يعني هو اتصال ما بين قضيتين أو تعاند في المنفصلة، فالطرف الأول مقدما والطرف الثاني يسمى تاليا، والدال على النسبة يسمى الرابطة. وللملاحظة ليس يعني من الحق تسمية طرفي المنفصلة مقدما وتاليا، لأنها غير متميزة بالطبع كالمتصلة،
فإن شئنا أطلقنا على الأول مقدم، وإن شئنا أطلقنا عليه تاليا، أو يعني بالعكس، ولا يتفاوت المعنى في ذلك. وسميت يعني بهذا الاسم على نحو العطف، يعني في على نحو العطف على المتصلة، يعني سميت أطرافها بالمقدم والتالي. كما ليس من الحق يعني تسمية السالبة بالسالبة، عفوا، كما ليس من الحق تسمية السالبة بالحملية والمتصلة والمنفصلة، يعني تسمية هذه القضايا الثلاثة بالسالبة باعتبار أنها سلب الحمل وسلب الاتصال وسلب الانفصال، ولكن تشبيها لها بالموجبة سميت يعني باسمها. هذا بالنسبة إلى قضية القسمة وموضوع القضاء.